يمكن النهاردة في ناس يحبوك هم بعد كده يسيبوك، في ناس يحبوكي، في ناس بعد كده يروحوا في طريق وانت في طريق ويصيروا ذكريات. إلا واحد، يسوع يبدأ معك والمسيرة ما تنتهيش، اسمها مسيرة الحب. فالحب لازم تلاقيه الحب العجيب والحب المغير، ولا تجد إلا في يسوع. وأنا قاعد الحياة تأثرت جدا جدا جدا، كانتش في بالي القصة دي يعني، بس فجأة نطت في قلبي، أثرتني جدا. أنا كنت طفل عايش في الكنيسة، ما ليش بعد مش بعيد عن الكنيسة، أنا ما كنتش أعرفه، ما كنتش أعرفه خالص. أنا كنت عايش شماس، بروح وباجي، بحفظ ألحان، يعني أنا ما أعرفوش. وبعدين فجأة وأنا في الصيف الثاني إعدادي، كان أستاذي في مدرسة الأحد الله يناح نفسه، ترسم كان بعد كده وتنيع، قال لي أنت تعرف يسوع؟ قلت له طبعا. وكنت زمان في أياميها في تاني إعدادي كنت مألف كتاب، كنت بحب أقرأ مألف كتاب سوري يعني، بتنطط بقى أن أنا كده. قال أنت تعرف يسوع؟ قلت طبعا أنا شماس. أي طبعا، برافو ورائع، بشجعني بقى طفل يافع في تانية إعدادي. الكلام ده كان سنة 78. أي لا أنت دقته؟ فبين انتبهت وهني دقته. أي تحب تقف تقول له أنا عايز أدوقك، عايز أعرفك؟ وعايز أحبك؟ أتقول إيه ده سهلة يعني كده؟ تقول أنا حشعر بإيه؟ هيدا بجرب. فجربت وبعدين دقت، لقيت حاجة مختلفة. أفتح الكتاب المقدس أقرأ، ألاقي الآيات طالعة بتكلمني، أول مرة أعرف الكلام ده. كل يوم أقوم وأقفل الأوضة وأحط أصلي فرحان، أقول ترنيمة أبقى مزقطت، الله هو ده يسوع غير، إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ مر علي أوقات ضعف ألاقي جنبي، مر علي أوقات إحباط ألاقي جنبي، مر علي أوقات أنا ناسي هو فاكرني، لم يتركني لحظة، وكل يوم يغيرني. وأنا قاعد افتكرت الكلام ده، كان من وأنا في تانية إعدادي وكان عمري 16 سنة، وافتكرت أنا الآن عمري 60 سنة، لم يتركني. هو رائع، هو إله ما في زيه، ما تسيبنيش للحظة ولا طرفة عين. أنا بقول أنا بحبه، هو بيموت فيا، أنا مشتاق أقعد معاه اشتياقه أقعده معايا أكتر من اشتياقي ليه. تفاصيل 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 حياتي، تفاصيل قالها لي في تانية ثانوي، قال لي على حبة حاجات هتحصل في حياتي، في خلوة في خلوات وأنا قاعد معاه، قال لي حاجات بقى في عشرة. كنت أقول له كده، وجاء صوت في قلبي اكتب الكلام ده واقفله واحفظه. كتبت الكلام ده في ورقة ودبسته في الأجندة بتاعتي 100 دبوس، خلاص عشان محدش يشوف أجندتي. خلاص عدت سنين ونسيت، وأنا رايح مرة أفرز الأجندات القديمة بتاعتي، لقيت في أجندة فيها ورق أنا اللي كتبها ومتدبس، أنا نسي فيها إيه. قلت أفتح أشوف إيه اللي كان فيها إيه، شايف التاريخ. فتحت بكيت بكى، لقيت كان قايل لي على اللي حصل
في حياتي بعد 23 سنة بالملي. قلت له ايه ده؟ وانت في زيك، وانت في زيك، انت عمرك كله محفوظ عندي تفاصيل التفاصيل. انا جاي احكي لك مش عن قصة حد ما عرفوش، بدعوك تختبر إله بيحبك وبيحبك وعاوز يعمل معاك عشره.